ينضم إلينا من بغداد الباحث والمفكر غالب الشابندر. سيد الشابندر، مساء الخير. كيف تصف تعامل الحكومة والكتلة السياسية مع المواطن العراقي من خلال ربما جملة الوعود التي تطلقها بين الحين والآخر؟ يعني أنا أعتقد أن السيد حيدر العبادي الآن يمتلك فرصة ذهبية كالفرصة الذهبية التي امتلكها في بداية مجيئه إلى السلطة، حيث وجد المرجعية مساندة له ووجد الشارع أيضا مساند له. الآن في الحقيقة هذه الجماهير التي خرجت وإن كانت هي غاضبة من حيدر العبادي، ولكنها ستكون راضية وداعمة لحيدر العبادي فيما أقدم على خطوات جدية في هذا المسار. الخطوة الجدية في الحقيقة تتوقف عليه بالذات، أما إذا أراد أن يطلب الإسناد أو المساندة من الكتل الحزبية ومن المحاصصين الموجودين ومن الحيتان اللي موجودين في الدولة، فهذا يعني بداية الانتكاسة، لأن هؤلاء سوف لن يقدموا له المشورة ولن الحقيقية ولن يكونوا سندا له. ولذلك في الحقيقة إلى أنه المسألة مسألة بطل، هذا البطل هو حيدر العبادي، هو يجب أن يكون بطلا. كيف يكون بطلا؟ عندما يبدأ هو بمبادرة شخصية ويطلب العون من الشعب وليس العون من مجلس البرلمان ولا العون من الكتل السياسية. ولكن الشعب والمرجعية سيد الشابندر يعني كانت لهما تجربة مع رئيس الوزراء بالوقوف معه خلال الفترة الطويلة الماضية، وغضبة الشعب في الشارع اليوم هي لأنه لم يحصل شيء رغم هذا التأييد الكبير. فهل تتوقع بأن المواطن العراقي اليوم سيتأمل تغييرا آخرا أو فرصة أخرى لرئيس الوزراء؟ هذه القضية قلتها أكثر من مرة، إلى أنه هو يستطيع أن يعيد ثقة الشعب به فيما إذا أقدم هو على خطوات قوية وسريعة. وهل تعتقد بأنه يستطيع؟ تأرجحت هذه الخطوات والله أنا أعتقد أنه يستطيع، لأنه بما أنه يمتلك هذه القدرة، بما أن هناك قدرة جماهيرية وبما أن هناك قاعدة جماهيرية كبيرة تطالب بالتغيير، لو كنت بدل العبادي لأنزل إلى الشارع وأقود هذه الجماهير للثورة على هذه الكتل ولتعريتها، وأخرج على التلفزيون وأقول يا أنا أريد أن أقدم على الخطوة التالية والتالية، ولكن هناك من عرقل هذه الخطوات ويذكر الأسماء والمسميات بالتفاصيل. الصراحة ووضع النقاط على الحروف هي إحدى وسائل أو إحدى آليات إحداث الثورة الإدارية والثورة الاقتصادية والسياسية في البلدان. أما إذا يبقى متكتما على هذه القوى الكابحة والقامعة فسوف يخسر فرصته. أخي لا يمكن الاستعانة بالفاسدين. طيب سيد شابندر، لا يمكن تقول لو كنت بالفاسد. مكان العبادي لنزلت إلى الشارع وقدت هذه المظاهرات، برأيك ما هي أبرز ما هو أبرز إجراء على السيد العبادي اتخاذه الآن من وجهة نظرك؟ أعتقد أن أبرز إجراء الآن لكي يستعيد أو لكي تكون الجماهير تثق من جديد بالعبادي ولكي تعطي قيادها وسياسة ولكي تعطي قيادها للعبادي هو أن يقوم بإجراء سريع. هذا الإجراء السريع يتمثل في رأيي المتواضع بالإطاحة بفاسدين معينين كبار يعرفهم هم جيدا، حتى إذا كانت هناك عراقيل من القضاء وعراقيل من الكتل السياسية فعليه أن ينتحر انتحارا سياسيا، فعليه أن ينتحر أمام هذه الكتل ولكن يعيش في داخل الجماهير. سوف يقتل داخل هذه الكتل ولكن سوف يحيا في الشارع. طيب. وذلك من خلال الإطاحة. أنا قلت له قبل عندما جاء الحكم كتبت إلى أن العبادي خلال 3 أشهر إذا لم يقدم على الإطاحة بفاسدين كبار فسوف لن يكتب له النجاح أبدا، وسوف لن يبقى صاحب، وسوف لن يكون هناك الشارع معه. الآن هو يعرف فاسدين معروفين، هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية يأتي إلى الوزارات الموجودة، هذه الوزارات الموجودة فيها طواقم عائلية وطواقم أسرية، عليه أن يقوم بعملية فضح لهذه الطواقم وتجريدها من منازل من 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 مكاسبها الوظيفية ويعلن ذلك علنا. وزارة الخارجية أصبحت بيد عائلة معينة، والأمن القومي تسيطر عليه عشيرة معينة، الأمن الوطني، ووزارة الفلاني يسيطر عليها العائلة الفلانية.
فعلى العبادي إذا كان حقا ثوريا وإذا كان حقا ينتمي إلى هذا الشعب أن يذهب إلى هذه الوزارات ويطهرها من هذه الأسر الفاسدة. هل تعلم إلى أن المعهد الدبلوماسي الموجود اللي هو من أروع ما يمكن أن يكون هو الآن مجموعة من أبناء المسؤولين وأبناء الوزراء وأبناء مجلس النواب، وبعضهم لا يعرف اللغة الإنجليزية، وبعضهم فرض أن يكون طالبا في المعهد الدبلوماسي. فعلى العبادي أن يقوم بإجراءات ثورية، نعم، إجراءات نعم. باوية، إجراءات استالينية، وهي إجراءات مفيدة وخيرة ما دامت في طريق الله. طيب. وما دامت في طريق علي بن أبي طالب وطريق المكافحين والمناضلين. طيب سيد شابندر، وهو الآن أمام وزارات، نعم، سيد شابندر، لا يمكن حتى إذا جاء بالتكنوقراط، حتى إذا جاء بالتكنوقراط. نعم نعم سيد شابندر، على ذكر التكنوقراط، يعني هو دعا إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط، هذه الدعوة أيضا تماشت مع الخطاب المرتقب ربما يعني غدا للسيد مقتدى الصدر، أيضا ربما يدعو إلى تشكيل حكومة تكنوقراط. هذه الدعوات قابلتها ربما انكفاء المرجعية وابتعادها عن الخطاب السياسي، هل يعني تستطيع هذه التشكيلة فعل شيء على أرض الواقع؟ لاحظ، أقول لك شيئا، إن المرجعية لم تنسحب. هذا الموقف المرجعية هو رد وليس انسحاب، هناك فرق بين الرد والانسحاب. هذا الموقف المرجعي هو موقف يتمثل بالرد، برد بطريقة فنية راقية كانت، وليس انسحابا. أما دعوة السيد مقتدى الصدر، فأنا أوجه له الخطاب الآتي، أقول له: أنت ابن محمد الصدر، أنت ابن عائلة الصدر الكريمة، أنت المطلوب منك أن تقوم بعملية ثورية داخل التيار الصدري. التيار الصدري نخب، يعني نخب، يعني أصابت مليء بالفجوات الفاسدة. فأنا أقول للسيد مقتدى: سيدنا، قبل أن تطرح برنامجك السياسي، أطرح برنامج سياسي داخل التيار الصدري، نظفه من القتلة، ونظفه من المتجاوزين على الأرصفة، ونظفه من المتجاوزين على الناس، ونظفه من السراق. هذه دعوتك محترمة، ولكنها هي بائسة، لأن تيارك مليء بمثل هذه الأشواك. عليك أن تقلع هذه الأشواك، ثم ترمي الورود على الآخرين. وإذا يسمع كلامي السيد مقتدى الصدر، أنصحه نصيحة لله عز وجل أن يوجه تياره للبناء الداخلي، أن يتوجهه لتنظيف الشوارع، لبناء المساجد، لبناء المدارس، أكثر من أن يزجه في العمل السياسي. هو يعمل سياسيا، والكتلة الكبيرة والكتلة المثقفة من تياره لتعمل سياسيا. أما هذه الجماهير الكبيرة، وهو مشكور على سرايا السلام ومشروع سرايا السلام، ولكن هناك مشروع آخر، هو مشروع البناء الاجتماعي، نعم، ومشروع البناء الاقتصادي. فعليه أن يوجه هذه الكتلة وهذه مدينة الثورة التي تعتبر هي قلعة التيار الصدري، اذهب إليها يا أخي، مليئة بالمياه الآسدة، ومليئة بالصور البائسة، ومليئة فعليه أن يصلح هذا، ويقوم بعمل ثوري شامل. سيد شابندر، وأنا سوف أكون في خدمته، وأول من أرفع راية محمد. نعم حبيب، نعم، كنت معي من بغداد الباحث والمفكر غالب الشابندر، أشكرك شكرا جزيلا.